ولاية ولا زال يبذل. وأحيي المواطن لتفهمه للفيروس الفيروس حدد العالم كله. فيعني أخواننا والأهل في النيل الأزرق صبروا وصابروا والتزموا تماما بكل الإرشادات الواردة من الولاية أو من وزارة الصحة الاتحادية أو من السودان كله. فكانوا ناس حريصين جدا رغم انهم ناس الولايه ناس بسيطين، لكن والله هم كبار لانه اتفهموا القضيه تماما وصبروا في بيوتهم. يقولوا صحتك صحه الوطن، خليك في بيتك. نعم، نحييهم كلهم، بحيي الناس اللي بيتابعونا في كل القنوات في المنصه الموحده، وبصفه خاصه اللي بيتابعونا كمان في تلفزيون النيل الازرق المحلي وفي الاذاعه الولائيه. الوضع عندكم كيف الان؟ لحد اليوم تقريبا 18 رمضان. الوضع جميل جدا، يعني ما في اي ناسنا متحفظين تماما. يعني ما في تسجيل حالات من الوضع. عندنا حاله واحده ظهرت قبل يومين بس. قبل يومين ان شاء الله ربنا يلطف باذن الله تعالى. طيب بالمقابل الاذاعه والتلفزيون لهم دور كبير جدا في التوعيه في النيل الازرق، اذا اخذنا كنموذج في كل الولايات طبعا لها ادوار كبيره جدا في التوعيه في التثقيف في الوقايه. فماذا قدمتم انتم في النيل الازرق؟ والله انا من هذا المنطلق اشيد بالدور الكبير اللي قامت دور الهيئات الولائيه والاعلام الولائي في 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 تبشير المواطن وتوعيه المواطن. نحن في النيل الازرق في الاذاعه والتلفزيون عبر كل الشراكات المتمثله في الرياضيين والاداره الاهليه والصحف عبر راديو المجتمع باللهجات، يعني تمكنا من انه نشرح للمواطنين الضرر، وهو المواطنين متابعين يعني. فالاعلام قام بدور كبير جدا، الاعلام الولائي والولايات كلها. يعني انا ما بقول انه النيل الازرق فقط بقدر ما انه كل الولايات، انا اناشدهم ذاتي من هذا المنطلق برضه في انه هم يكونوا جزء من المنصه ويشاركوا المنصه دي بكل، لانه المنصه نحن جزء لا تجزا منا. ممتاز، الله يبارك. تفتكر دعوه مهمه جدا لانه الاعلام الولائي سواء كانوا قنوات فضائيه او تلفزيونات محليه بيكون لهم دور في بث التوعيه من خلال المواد اللي بتجيبها وزاره الصحه الاتحاديه والوزارات الولائيه المعنيه بالصحه برضه، بالاضافه لما يبث يوميا في المنصه صباحا وعصرا ومساء. عندنا تقرير من النيل الابيض، نحن في النيل الازرق طبعا، والنيلان يلتقيان. نعم، النيلان يلتقيان في الخرطوم على بعد خطوات من المقرن من دار اتحاد الاطباء. ضيفنا من النيل الازرق كان لنا تقرير يتابع ويرصد حركه واستجابه المواطنين لحظر التجول في ولايه النيل الابيض وماذا تم من مجهودات في الوقايه والسلامه في بحر الابيض. نتابع التقرير القادم ونرجع نواصل. التزم ولاية النيل من قبل المواطنين ولاية النيل الأبيض في تطبيق قرارات حكومة الولاية الخاص بقفل الأسواق وحظر التجوال، ونناشد بهذه الموضوع ونقوم في حماية البرنامج ذاته، ونحن ذاتنا كمواطنين نساعد الحكومة على هذا الموضوع. نرجو من المسؤولين والأخوة المواطنين الناس تساهم اخواننا في عدم انتشار المرض، لأنه المرض لو جاء زي ما شفناه يا جماعة في الدول المتقدمة ما عنده علاج، بس يعني قتل موت صفق، ما في عنده اي حل. محترم المواطنين يلتزموا بالكلام ده الامر صالحا. يعني المرض بجد خطير، بجد منتشر وفي زيادات يعني. ما كلام ساي. الناس تحاول تصدق الموضوع ده، تحاول تلتزم انها تقعد في البيت وكده. تحاول باي طريقه انها تساعد لانه المرض ما ينتشر. حكومة الولاية أصدرت عدد من الموجهات الإضافية للحد من انتشار وباء كورونا، شملت تمديد الإجازة الممنوحة للعاملين بالولاية لمدة أسبوعين، إضافة لإغلاق الأسواق والمحلات التجارية بجميع محليات الولاية. صدر القرار رقم 45 والخاص بتمديد قفل الأسواق لمدة أسبوعين، يبدأ من يوم السبت 9/5 وينتهي يوم الجمعة 22/5، مع استثناء المحلات التي تقدم المواد الضرورية للمواطنين، منها زنوكة اللحوم وزنوكة الخضار والبقالات المواد الغذائية
والمخابز والصيدليات. وأيضا شمل القرار تمديد فترة عطلة العاملين بالولاية والوحدات الاتحادية لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 9/5 وتنتهي يوم الجمعة الموافق 22/5، مع استثناء القطاعات التي تقدم الخدمات الضرورية للجمهور، القطاعات الكهرباء والمياه والقوات النظامية والبنوك والأجهزة الأمنية والنيابة العامة ومصانع وشركات مصانع السكر وشركات المواد الغذائية. التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة ولاية النيل الأبيض أحرصا منها على سلامة المواطنين ستسهم في الحد من انتشار الوباء. السلام عليكم أهلنا الطيبين. كورونا هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، ومن أعراضه حمى وجحة وصداع. فيروس كورونا ما بينتقل بالهواء، لكن بينتقل بالرذاذ. عشان كده لازم تقوح وتعطس جوا منديل، ترمي المنديل في سلة، تغسل يدينك كويس بالموية والصابون لمدة 40 ثانية. الكمامة مهمة جدا في حالات معينة، يعني لو كنت مصاب بأعراض الإنفلونزا أو بتتعامل مع زول مصاب بأعراض الإنفلونزا، في الحالة دي لبس الكمامة ضروري ليكم الاثنين. اتجنب لمس عينيك أو أنفك أو خشمك أو وشك عموما إلا بيدين مغسولة كويس بالموية والصابون لمدة 40 ثانية، لأن الفيروس ممكن ينتقل لك لو لمست ترابيزة أو مقبض باب أو مفاتيح أو حتى موبايل ملوث بالفيروس. عشان أحمي نفسي من الفيروس ما حسلم بالأحضان على صاحبي ولا حتى باليد. أي بقيت ما بسلم باليد؟ أنا ذاتي بقيت ما بسلم باليد، لأنه اليدين ممكن تنقل العدوى. وبرضه نتحاشى الزحام في الأيام دي قدر الإمكان، الأعراس، البكيات، القعدات والجبنات، والكورة والنادي والسوق وغيرها. كل يتأجل لحد ما يتجاوز الفترة دي بسلام. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية. عارف ووري غيرك من المنصة الموحدة لمكافحة كورونا، المنصة الإعلامية الموحدة من داخل دار اتحاد الأطباء. بنزعد بأنه معانا اليوم في هالمنصة السيد مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون فرقة نيازر الأستاذ محجوب قوة بشير. تقريرنا كان في النيل الأبيض، نفس الإجراءات عندكم اتخذت في النيل الأزرق؟ نعم. استجابة كيف من المواطنين؟ الاستجابة لفهم المواطن وخطورة القائحة بتاعت كورونا، متحفظين تماما، ملتزمين المواطنين تماما بكل ما يصدر من لجنة الأمن في الولاية فيما يختص بالحظر التجاري. ممتاز. طيب ولاية النزر ولاية حدودية أيضا. نعم. فبرضه ده بيتطلب منه إجراءات خاصة واحترازية. نعم. قام الوالي بزيارة رسمية للحدود الأسبوع الماضي، مشي الكرمك ولقى إنه القوات هناك مؤمنة تماما، وكل ما يجي من من الحدود بخطوه في حجر لمده 14 يوم، وبعد ذاك خلوه يخش جوا الممتاز. طيب برضه في بدايه الحديث تكلمنا عن راديو المجتمع كنموذج من النماذج اللي بتستخدم في التوعيه باللهجات المحليه، فيا ريت شرح شويه للمشاهد الكريم اللي في بعض الولايات اللي ما فيها راديو مجتمع. حقيقه انه راديو المجتمع قايم بدور كبير جدا، لانه بوعي باللهجات. كل اللهجات الموجوده عندنا هناك راديو المجتمع بيجي عبر المنظمات بيجوا ويوعوا المواطنين. ففي قابليه شديده جدا، قابليه شديده جدا، وراديو المجتمع قايم بدور كبير جدا من الناحيه اللي هو يعني هو خدمه اذاعيه تقدم عبر الموجه حقت الاذاعه المحليه. نعم، خدمه يعني ساعات محدده في اليوم وكذا. نعم، انه مدينه اكثر في البرامج، في الخرطه البرامجيه مدينه زمن طويل جدا، يمكن الزمن بتاعنا في الخرطه البرامجيه في اليوم 5 ساعات، راديو المجتمع باخذ منا ساعتين يوميا للتغطية للتوعية. ممتاز. في كل المجالات طبعا، والان طبعا موظف لجائحة الكورونا. نعم، باللهجات مع اليونيسيف وكل المنظمات. نعم، ممتاز. لما نقول لهجات مثلا في النيل بنقصد اي لهجة؟ بنقصد الرطانة. الرطانة بتاعت الفلاتة، الهمج، الفون، جميع الرطانة الموجودة هناك. الانقسنة. ممتاز. نعم، بيكون في زملاء اعلاميين بيقدموا رسائل ويستضيفوا ضيوف بهذه اللهجات مع اللهجات دي، ومعاهم جزء من الادارة الاهلية هم القايمين على هذه
اللهجات. نعم، بشوف برضه في برامج راديو المجتمعات اللي بتكون موجوده في الاذاعات الولائيه بيكون في نوع من التفاعل مع المواطنين باتصالات ومسابقات وجوائز، الى اي مدى برضه دي ممكن تكون جاذبه في تقديم معلومات؟ نعم، دي جذبت، هي جذبت المواطنين وبتنافس فيها تنافس عالي جدا. تنافس عالي جدا في الجوائز دي. لذلك عشان كده بيجي مشاركه كبيره من المجتمعات وتفاعل مع المجتمعات كلها. ممتاز. الولايه النيزر برضه كولايه في تكوينها فيها درجه عاليه من الانسجام، مكونات قبليه مختلفه يعني عايشين مع بعض بلوحه جميله جدا من اقصى شمال الولايه، حدود من ولايه سنار جنوب سنار وانت متجه النيزر بتلقى فيها تنوع وتتنوع فيها برضه مصادر خلينا نقول كسب العيش بالنسبه للمواطنين. نعم. فالتناغم ده الى اي مدى برضه ممكن يشكل لنا لوحه فيها انصياع زي ما انت ذكرت قبل شويه لتعليمات وزاره الصحه من جانب وفيها درجه عاليه من السم والامن اللي بنطمع له في كل انحاء السودان يعني. حقيقه انه هو في النيل الازرق الناس عايشه في تعايش سلمي خالص. يعني ناس منسجمين انسجام تماما. ما في مشاكل، ما في اي شيء النيل الازرق. يعني ناس منسجمين انسجام تام. وعيشه سمحه شديد. نعم نعم، بتشاركوا المناسبات الافراح والغناء والتفاصيل الجميله كلها رغم انه الان ما في مشاركات اي زول في بيت اي زول في بيت. نعم، لكن الحمد لله انه يعني الناس قبل الحظر والحجر الناس كانوا منسجمين انسجام يعني الحمد لله يمكن لا يذكر. رمضان برضه شايف عندكم امطار امبارح في بعض المناطق في النيل الازرق وغيره عكس الخرطوم. يا بحمد الله انه صبت عندنا مطر يومين. يعني هو رغم انه الافطار برا بزيد يعني بيجمع الناس وبينهم، لكن الافضل انه الناس تفطر في بيتها والناس فضلت انه تفطر في بيتها ملتزمه بالقوانين والتوعيه الدائمه في المنصه وغيرها، انه الناس الفطور في البيت افضل رغم انه هو في الشارع بيجمع وبيلم الشمل وكذا، لكن في الوقت الحالي افضل في البيت. في البيت وجود الناس يعني استاذ الناس في رمضان فقدوا الضرع واللمة مع بعض والقعده الجماعيه وكده، لكن عشان سلامتنا نزور كلها اسبوعين ثلاثه ونعبر باذن الله عشان نجي رمضانات غالمه نكون اكثر امنا واستقرارا وصحتنا سليمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما نختم استاذ محجوب، يعني انت تمثل الان بصفتك مدير هيئه مدير عام لهيئه اذاعه وتلفزيون في الولايات للنيل الازرق بصفه خاصه، وده بيتطلب برضه رساله منك ونتكلم عن دور الولايات اللي ممكن يكون لنا معاهم يعني دور في الفتره الجايه. الولايات والله قامت بدور عظيم جدا، لكن من هذا المنطلق انا اناشد كل وادعو كل الهيئات الولائيه، وانا اتمنى انهم يكونوا يشاهدون الان على اساس انهم يكونوا رسل لهذه المنصه، والمنصه حقتهم يعني هم جزء لا يتجزا من المنصه، لانه يوميا المفروض يجي عنهم تغرير تغرير صوتي وصوره على اساس انه على الاقل يقدر يفيدوا المجتمع الكل يعني. ان شاء الله افتكر دي دعوه يعني قويه منك بموقعك بحكم منصبك وانت مدير عام لهيئه الاذاعه والتلفزيون في النيل الازرق، تبقى دي دعوه لكل الزملاء في الولايات سواء كانوا قنوات فضائيه او قنوات تلفزيونات محليه واذاعات ان هم يواصلوا هذه المجهودات ويفتحوا الابواب ايضا للمنظمات والمجتمع المدني. يعني النيل الازرق بصفه خاصه فيها جمعيات مطوله جدا شبابيه وطبيعيه قطعت شوط في مجال المكافحه والتوعيه. بدون شك بدون شك انه لانه الشباب قاموا بمساهمات في الولايات مساهمات كبيره جدا، عملوا مشاركات يعني عملوا الكمامات في التوعيه بالاعلام المحلي بالاعلام المتحرك في الاحياء في جمعيات في الاحياء بتاع التوعيه، فالشباب قاموا بدور كبير جدا كبير جدا يعني نحييهم كلهم الى الطوعيه دي الجمعيات الطوعيه والمبادرات في الاحياء وفي الفرقان وفي الحلال وفي الغرى وفي المدن، تحيي لهم مره ثانيه. تضافر جهودنا في الاعلام مع وزاره الصحه الجهات الحكوميه مع القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني لنعبر ان شاء الله السودان خالي من الكورونا. شكرا مره ثانيه على وجودك معنا اليوم في المنصه استاذ محجوب، سعيد بوجودك معنا اليوم يعني. شكرا جزيلا شكرا، وانا اقول صحتك
صحة الوطن خليك في بيتك. شكرا جزيلا استاذ محجوب قوة بشير مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون في النيل الأزرق اللي كان معنا اليوم في المنصة. تحية لكل الناس اللي تابعونا في كل القنوات والإذاعات اللي انضمت لها المنصة الإعلامية الموحدة لمكافحة الكورونا السودان بدون كورونا. وتحية خاصة للمشاهدين اللي بتابعونا كمان في تلفزيون النيل الأزرق المحلي وفي الإذاعة المحلية في ولاية النيل الأزرق من الدمازين وللرصيرس وفي كل المناطق والمحليات في النيل الأزرق. تحياتي وفريق العمل. السودان بدون كورونا.